هي النهارده واحنا بنحيي ذكرى استرداد هذه الارض الغاليه جدا على قلوب شعب مصر، وكمان في يوم الشهيد لازم نتكلم عن اهميه هذه المدينه، مدينه طابا. اهميتها ايه؟ البعض ممكن يتساءل ويقول يا جماعه ده هي كيلومتر مربع، يعني ايه الداعي ان احنا نخوض هذه الحرب الدبلوماسيه الشرسه من اجل استرداد هذه الارض؟ ايه الاهميه اللي بتمثلها مدينه طابا بالنسبه مش لجنوب سيناء بس، بالنسبه لمصر كلها؟ ايه اهم المشروعات كمان القوميه العملاقه اللي اتنفذت في جنوب سيناء بشكل عام وتحديدا في مدينه طابا؟ واحنا طبعا بنحتفل دلوقتي بالاعياد القوميه لمحافظه جنوب سيناء. كل هذه التفاصيل هيجاوبنا عنها سياده اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اللي منورنا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا مرحبا. كل سنه حضرتك طيب. سعداء بيكم في هذه المدينه الجميله، المدينه يعني الباسله. احنا اللي بنفرح يا فندم لما نيجي هنا. لا والله اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. في البدايه لو نجيب عن تساؤلات الناس، ايه اهميه طابا بالنسبه لمصر؟ في الحقيقه الاول بس خليني اهني الشعب المصري بالعيد 35 لعوده طابا الى حضن مصر الام. اللي عايز اقول بس ان هو التاريخ العوده كان 19 مارس، النهارده احنا بنقول 9 مارس يوم الشهيد، تيمنا بهذه الذكرى الجميله المحترمه اللي المصري كلها بتحترمها اللي هو يوم الشهيد. احنا كان عندنا شويه ظروف الفتره الجايه عشان تعرف ظروف رمضان وخلافه، فقلنا ننتهز هذه الفرصه ويبقى النهارده احتفالنا كبير يتماشي ايضا مع يوم الشهيد. ولما لا، وهذه المدينه احتضنت شهداء كثير، ارض سيناء احتضنت شهداء كثير، ففي الحقيقه هو احتفال لمصر كله النهارده في يوم الشهيد وايضا في تحرير طابا. المدينه دي طبعا انت بتدي مثل وبتضرب مثل انك لن تستطيع ان تترك حبه رمل واحده في يد اي محتل. ده المغزى بقى، ان انت لغايه اخر لحظه. ده خدنا ارضنا دي ازاي؟ بالحرب، بالدبلوماسيه، بالتحكيم. اخر حلقه لينا كانت التحكيم، واخدنا اخر حبه ارض رمله من ارضنا بالحقيقه يعني. فده مغزى كبير قوي. اهميه المنطقه طبعا انت عارف، مدخل للمحافظه، مدخل البحر الاحمر من جهه الشمال، في الامام او الجانب الاخر او في اتجاه الشرق هتلاقي الاردن وهتلاقي السعوديه وهتلاقي الجانب الاخر، متوسطه مكان يعني جغرافي رائع. ف مينا فيها مكان ان شاء الله تعمل فيه مينا. عايز اقول لك كل الكلام ده كله، المنطقه دي اهميه كبيره قوي. مشروعات طبعا احنا بقالنا 10 سنين بنعمل مشروعات عملاقه في جنوب سيناء. طب ايه حظ طابا؟ تمام، انت كنت معانا امبارح وشفت ان احنا افتتحنا في قريه بسيطه عادت الينا بعد ما كانت ضمه على شمال سيناء بعد تعديل الحدود، اصبحت في حيازه محافظه جنوب سيناء. بعيده 600 كيلو. عايز اقول لك نحن نبسط اذرعنا في جميع على جميع اراضي المحافظه. كان في مراسم لدخول هذه القريه المحافظه، كل المديرين راحوا، المحافظ بعد كده راح عمل لقاء، اتغدى مع المواطنين، المواطن البسيط اللي قاعد ورا المطار طابة في آخر الدنيا. عشان نفهم احتياجاتهم. فهمت احتياجاتهم. احنا امبارح كنا بنفتتح ملاعب، كنا بنفتتح منطقة بريد. على فكرة الواحد يقول لك هو ايه منطقة ده؟ البريد ده مهم جدا، مهم جدا. اولا ما كانش بيعرف يصرف مرتبه، ما كانش يعرف يتحرك، كان بيجي يصرف مرتبه بيمشي 60 كيلو المسافه من القريه لطابه مكان اللي احنا قاعدين هنا، عشان يجي يصرف مرتبه عشان يعمل ورقه او يختم حاجه او كلام من ده، كان بيقطع 60 كيلو. لا، احنا النهارده فتحنا له مكتب بريد، وكمان عشان الموظفين يبقوا مطمنين اتبنى لهم استراحه خلف مكتب البريد، بحيث ان احنا بنقول الموظفين اللي هيشتغلوا في مكتب البريد يعني مشكله ان هم هيباتوا فين. صحيح، تعمل لهم استراحه. وده فكر احنا ماشيين عليه، فكر احنا ماشيين بيه من زمان. يعني نعمل مدرسه، نعمل في دارها اماكن لاولادنا المدرسين يسكنوا فيها يعيشوا فيها، نعمل اي حاجه لازم بنعمل حساب اللي جاي من الخارج ده، لان مش كل الكوادر عندي،
او مش كل الكوادر عندي هنا في القريه في طابه عشان اجيبهم يشغلوا مكتب البريد. لو في وهي الاولويه الاولى هنا في محافظه جنوب سيناء للمواطن السيناوي، تمام. اولويه التشغيل للمواطن السيناوي، تمام. فعايز اقول لك محطه ميه يمكن بعد ما ان شاء الله ارفع العلم دلوقتي هتحرك افتتاح تجريبي يعني، لانه طبعا عشان افتحها لازم طبعا قيادات كبيره هتيجي ووزير الاسكان، لان المحطه 5000 متر مكعب ميه، دي هتغذي لي المدينه كلها، ودي مهمه بديلك في الحاجات المهمه، مكتب البريد، الميه، الرياضه. الرياضه امبارح احنا فتحنا ملعب خماسي، الاول ملعب خماسي في المنطقه كلها هناك. طيب انا كان معانا رجال اعمال، احد رجال الاعمال قال لك وانا هعمل لك برضه ملعب متعدد، يعني يعني ينفع طايره، ينفع سله، ينفع كره يد، وخلاص كان موجود مدير لازم يشاركوا وهينزل يعرض عليه المقترح، وهو اللي متكلف ان هو يقيم هذا الملعب المتعدد. ايضا احد الرجال المحترمين من البنك الزراعي قال الفريق انا متكفل بكل مصاريفه. الفريق ده اولاد هناك في طابة 10 سنين 12 سنة، اولاد صغيرين، احنا متكفلين لبس وكور ودعم مالي وغذائي وكل حاجة بهؤلاء الاولاد. يعني عايز اقول لك الخير موجود، الخير موجود في البلد. طبعا البنك الزراعي جاب لنا 1000 كرتونة، ومبارح السيد رئيس البنك بنفسه موجود معانا هناك، السيد رئيس هيئة البريد بنفسه فتح المكتب ده حاجة، ده دي كلها رموز كبيرة. صحيح. المواطن بيشوفها بترفع حبه واعتزازه لبلده. طيب حضرتك أشرت النقطة مهمة جدا وهي إيه؟ فكرة التشغيل. مين اللي هيشغل هذه المنشآت بعد ما تنتهي؟ فقلت إن في أولوية لو عندي الكوادر المؤهلة في أولوية ليه. أيوه طيب مزبوط. هل إحنا عندنا خطة إن إحنا نعد هذه الكوادر؟ عندنا خطة، وإحنا دلوقتي ماشيين في التعليم. إحنا عندنا طبعا مدارس وي، عندي مدارس توي، عندي مدارس فندقة، غير بقى المدارس الثانوي، والثانوي بيطلع بقى على جامعة الملك سلمان، جامعة الطور، جامعة الأزهر، ده الثانوي. بقية الأولاد اللي هم ما بيحبوش يكملوا بيروحوا التمريض، تمريض كتير قوي عليه، إقبال كبير قوي، ثم مدرسة وي عشان خاطر يتعلموا أعمال في شغلهم في صيانة المحطات وكلام من ده. موجود عندي مدارس سوي السنه دي فتحت، عندي مدارس ثانوي صناعي، عندي مدارس ثانوي زراعي. كل ده اولادنا بيتعلموا وبيدرسوا وبيطلعوا هيشتغلوا. انا بكلمك على الكوادر بقى اللي هم مثلا دكاتره في الهندسه، دكاتره دي بنحاول في يوم الايام هنوصل لها. صحيح، مع الوقت في يوم الايام هنوصل لها. اضرب لك مثل، انا كنت مع الدكتور ايمن عاشور في جامعه الطور، في كليه الطب في جامعه الطور. انا طبعا دخلنا مرينا كل اللي واقفين دكاتره سيدات صغيرين، فبيقولوا لي احنا من الطور. ادي اول الغيص، فدول هيبقوا بعد كده اساتذه مساعدين اساتذه وهكذا. فعايز اقول لك بدينا نهضه تعليميه كبيره جدا في ظل العشر سنوات الماضيه، ده اللي اقدر اقوله لك. تمام. سياده المحافظ، انت عندك هنا مقومات اي دوله في الدنيا بتتمناها، مقومات سياحيه جباره موجوده، جباره هنا اي دوله بتتمناها، لكن ازاي نقدر نستخدم هذه المقومات؟ ازاي نقدر نستغلها الاستغلال الامثل؟ يعني حضرتك ذكرت مثال دلوقتي ان في حد من رجال الاعمال هيشارك مثلا في الملعب المتعدد، حد تاني هيدعم بطريقه او باخرى، احنا عايزين نزود الدعم اكتر من كده عشان نستغل كل المقومات الموجوده هنا. بالتالي انا عايز اقول لك يعني فعلا رجال الاعمال هنا كلهم ليهم ايادي بيضاء علينا في المحافظه، وفي الحقيقه طالما بيثقوا فيك بتطلب منهم اي حاجه بيدوك. اما طلبت من رئيس البنك الزراعي يجي وصل، اما طلبت من رئيس لجنه الزراعه مجلس الشيوخ الدكتور عبد السلام الجبلي حضر، لما قلنا لرئيس هيئه البريد رغم انه مكتب وصغير وفي اخر الدنيا حضر. الناس دي بتيجي بتساعد، الناس دي بتيجي بتحل مشاكل المواطن، فدول بيدعموني، رجال الاعمال بيدعموني. ففي الحقيقه ليهم لا وكتنفيذيين بتساعدوهم كمان. بالظبط كده، انا بساعدهم. انا يعني بس عايز اتكلم حته صغيره على المغزى الاحتفال اللي احنا عملناه امبارح بالليل. انا جايب اعلام كبير كتير جدا، مش عشاني. المدينه
نسب الاشغال بتاعتها ضعيفه. فانا الناس خايفه، ودي نقطه بقى عايزين ناكد عليها ونقف عندها شويه. كمستثمرين انا جيت بنفسي، لا مش مستثمرين، ما حدش بيجي، الناس خايفه تيجي طابه. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ وفي ايه في طابه ان الناس ما تجيش؟ وبعدين يعني انا جيت بقى ومعايا فنانين ومعايا رجال اعلام ومعايا صحافه، وقلت لهم صوروا صوروا ونزلوا، غيروا الفكره اللي في الاذهان. ليه؟ السياحه ده اصلا يعني ايه؟ ما تروحش، لا ده في خوف، ده في ضرب، لا ولا في ضرب ولا في خوف ولا في اي حاجه كده ممكن تطلع خالص. انا رحت جيت بنفسي واستغليت اليوم امبارح اللي هو ان شاء الله في انتظار شهر رمضان الكريم، فقلنا ننهي بقى شهر شعبان ونقول للناس هنا برضو مكان رائع ممكن تيجي تقعد فيه يومين ثلاثة في رمضان، لأن هادي جدا، آمن جدا. ده اللي أنا الرسالة اللي أنا عاوز أوصلها ووصلتها، والإعلام ركز عليها امبارح، عشان عايز أقول يعني إحنا يعني إحنا واخدين أحسن منتجع سياحي آمن في العالم اسمه شرم الشيخ. على فكرة الناس بس تقف تحط كام خط كده تحت العالم، صحيح مش اقليمي، لازم نبارك لحضرتك عليها دي. يعني انا عايز اقول لك احسن منتجع سياحي امن في العالم، برضو لازم يتحط عليه اعلام اكتر من كده، يتحط عليه هايلايت اكتر من كده. يعني انا كنت، انا على فكره انا قعدت في برلين 3 ايام وجيت وجمعه كنت هنا، ما كانش في مظاهر ابدا هناك في برلين عن ان مدينه شرم الشيخ اخذت احسن منتجع سياحي عالمي. ودي انا يعني عايز اقول مفروض ان احنا واحنا بنتحرك كنا جهزنا، كنا عملنا احتفاليه ببرلين، لان او كنا حطينا الشريط اللي اتعمل هنا في شرم الشيخ، عشان اللي جاي هناك ده في ناس مستثمرين ما يعرفوش ان احنا خدنا احسن سياحي عالمي في العالم. دي بتعمل دعايه حلوه، صحيح، دي وده يخلينا نستعد يا فندم بقى لوفود سياحيه كبيره. بالظبط، فانا وقفت بنفسي على هذا، يعني هو خطا بسيط انما في معناه كبير. يعني ازاي انت تاخد احسن مدينه مقصد سياحي امن في العالم متروجلوش؟ احد رجال الاعلام الكبار من 3-4 ايام كتب كده، قال الجائزه والمحافظ، قال انتوا خدتوا جائزه والمحافظ بتاعك طلع احسن محافظ لمدينه سياحيه. طيب فين ده؟ انا ده امانه، ده دور طبعا لحضرتك، ده دور لازم كلنا نقوم بيه. الاعلام انا جيت طابه عشان لقيت طابه ما فيهاش سياحه، جيت طابه عشان اثبت للعالم ان احنا امبارح مخلصين حفله 11 بالليل والدنيا جميله وحفلة وطنية، يعني ما حدش يفتكر ان احنا لا، حفلة وطنية اناشيد والاحياء ولادنا، كورال نويبع، كورال طابة، كورال شرم الشيخ، مواهب رائعة، ولادنا احنا اللي احيوها، ومع عشاء بسيط كده وجبنا رجال اعلام ورجال اعمال وجبنا الناس دي كلها عشان بس اثبت للعالم ان هذا المقصد امن، مش شرم الشيخ بس، كل المقاصد بتاعة المحافظة آمنة. وحضرتك ذكرت 25 ابريل، اكيد ليه استعدادات مختلفه، لانه احنا ما بقتش مثلا الاحتفال بالاعياد مجرد عروض فنيه او ما الى ذلك، لا احنا بقينا بنشوف مشروعات افتتاحات. فانا قررت ان انا افتح بقى المنطقه دي، تمام، اللي هي على بعد كيلومترات مننا اللي احنا قاعدين دلوقتي، برصف جديد. اولا انتهاء، هما طبعا دخلت وشفت رفع الكفاءه بتتم ازاي، ويعني هم قالوا لي يا فندم اسبوعين، قلت لهم لا، 25 ابريل هاجي افتتح المنطقه كلها، مسافلته بفلت طلاء كل المباني، مباني كبيره بقى لها 20 سنه، يعني مباني قديم عمر. فاحنا بنجدد نفسنا وبنطور نفسنا، ودي مدينه سياحيه ما ينفعش ابدا يكون فيها عمارات بالمنظر ده. فاديت لهم ميعاد 25 ابريل، وده عيد مصر كلها بقى، ده عيد سينا، وده العيد اللي يمكن شمال سينا واخداه العيد القومي بتاعها، ولما لا واحنا ايضا ضمن سينا، ونفتتح ايضا برضو مشاريعنا وكل الحاجات اللي احنا جديده اللي بنعملها. عايز اتكلم كلمتين برضو عن السياحه، طالما يعني انا محافظ مدينه سياحيه يبقى لازم اهتم بالسياحه شويه.
احنا دلوقتي خلاص بصدد تحويل شرم الشيخ الى مدينه خضراء. احنا حولنا اكتر من 60-70% اثناء كوب 27 في الحقيقه. وجالنا فند 7 مليون يورو من الهابيتات وبنشتغل بيه دلوقتي، وجاء مسؤول كبير منهم تمام. وشكلنا لجنه، واللجنه دي بقى لها داخله على سنه بتشتغل. طبعا وزاره البيئه ليها دور كبير قوي معانا في هذا الموضوع، بتشتغل ومعينا برضو مسؤول كبير منها، وبيجي يجتمعوا عندي في شرم الشيخ عشان ان شاء الله، هم بيقولوا من 3-5 سنين ان شاء الله هنوصل ل 100% ان مدينه شرم الشيخ خضراء تحولت. انا بحاول اخليها 3 سنين في الحقيقه. دلوقتي احنا مضينا عند وزير التنميه المحليه من اسبوعين برضو خطه لتطوير دهب، ما بتطورش شرم الشيخ بس، انا بطور دهب، ودهب لا تقل اهميه عن شرم الشيخ. دهب مرصود لها 500 الجمال كله سحر برضو بكارد 500 مليون جنيه مرصود لده، نص مليار او عزيز. او اكتر عشان بيخططها من اول جديد، تخطيط عمراني من جديد، دعم مالي جديد ودعم من خارج ايضا. ووزير التنميه المحليه عمل لنا مؤتمر ورحنا ووقعنا مع المسؤولين عشان احنا بدانا نطور دهب وسنتين. عظيم. سنتين. طيب يمكن احنا مركزين كلامنا شويه عن السياحه، لكن ده ما يمنعش ان في شغل في القطاعات الاخرى. مش عايز اقول لك يعني، اصل لو قعدت تتكلم انا عايز ساعات. احنا معاك. التعليم عمل فيه ايه؟ الصحه اتعمل فيها ايه؟ لا بصراحه الطرق اتعملت فيها ايه؟ يعني لا، دي طفره لم تحدث في العشر سنوات الماضيه. والداعم الرئيسي وورا كل هذه الاعمال هو فخامه الرئيس. في الحقيقه. في الحقيقه همه واهتمامه الكبير باولاده. دائم السؤال على جنوب سيناء وشمال سيناء، على البدو وعلى ولادنا وعلى احتياجاتهم، وما بيأخرش حاجه عننا. زائد رئيس الدوله كلها، ده لما خدنا المسابقه السيد رئيس الوزراء طلع بيان، وفي الحقيقه يعني اثنى على الجميع واثنى على الجهات الحكوميه، لان احنا ما كناش شغالين لوحدنا، ده كنا شغالين برئيس بيتابع من فوق، رئيس وزراء موجود معانا على الارض، وزراء الاتصالات والكهرباء والسياحه كل دول كانوا موجودين معانا، والتنميه المحليه والنقل كل دول كانوا موجودين معانا بيشتغلوا معانا. فكان الثناء لينا كلنا وللحكومه وللدوله اللي هي قدرت تطلع مدينه ولا اروع، مدينه جميله. ده مين اللي شاهد لك؟ ده اللي شاهد لك منظمه الافرو اسيويه. عايز اقول لك المنظمه دي 92 دوله، المجلس الاداره بتاعها 42، ال 42 دول بالاجماع يدي لك 100%. ما كان في منافسه مع منتجات صحيح. اخرى ان يدي لك 100% ان انت احسن منتجع لعام 24 في العالم، امن في العالم طبعا، شهاده كبيره، واحسن محافظ في العالم. لا ده حاجه كبيره قوي، وحاجه يعني فعلا ما خدتش حقها قوي. انما عايز اقول احنا ما بنشتغلش عشان يتقال عننا حاجه، بالعكس ده الشغل ده الجائزه دي عبء علينا عشان ما نرجعش لورا. ده الاثر، ده انا بطلع لقدام، وده الاثر ومش شرم وبس، ده دهب ونويبع وطاوة زي ما انت شفت وجميع مدن المحافظه. سانت كاترين دي قصه ثانيه وانت يعني انت حطيت بقى الوتر. هو طبعا انا خارج من عندك النهارده في على كاترين، وموجود بكره في كاترين، في زياره كبيره بكره في كاترين، مش عايز اقول ايه بس لما تحصل اللي بيتم يعني. هناك طبعا يعني هنشوف ايه اللي بيتم وايه اللي بيحصل على الارض. وطبعا سياده الرئيس دائم الاتصال ودائم السؤال على هذه المنطقه اللي سبحانه وتعالى تجلى عليها وفيها روحانيات عاليه قوي. وعايز اقول لك ان شاء الله لما تفتتح كاترين محدش هيعرف ايه المدينه دي، دي مدينه جديده على الخريطه ولا لا، هي هتبقى على الخريطه صديقه للبيئه، ما فيهاش تلوث ابدا، فيها بعض المشيات ماشيه مع البيئه، فيها فندق 5 نجوم جديد خلاص بكره ان شاء الله هيستلموا. يعني عايز اقول لك كل ده بيتم على ارض جنوب سيناء، حاجات كتيره قوي. لو هنتكلم عن الصحه، انا عندي مستشفى في دهب ومستشفى في نويبع
عاليين قوي، دول اللي هيفتتحوا هذا العام يمكن في مارس او في ابريل او اخرنا 30/6. مستشفى كبير جدا في دهب، مستشفى في نويبع، وعندك تور هنستلم مستشفى الجامعي او مستشفى التور الجديده اللي زارها الدكتور ايمن عاشور، وبنتمنى الدكتور خالد ابو الغفار برضو يجي زياره سريعه ليها لانها جاهزه للافتتاح بعد وصول الاساس. هو تمام. الاساس هو اللي مأخر شويه افتتاح هذه المستشفى العالميه اللي ولادنا بتوع طب جامعه الملك سلمان هيتدربوا فيها، ولادنا بتوع اسنان جامعه الملك سلمان هيتدربوا فيها، ودي اهميتها. فاحنا فعلا بنسرع في افتتاحها، عشان انا عندي كليه طب دلوقتي، حد كان يحلم ان احنا عندنا جامعه؟ مفيش ولا جامعه. حد كان يحلم ان عندنا مدرسه ثانويه عسكريه؟ عندنا 9 مدارس ثانويه عسكريه. الكلام ده في 10 سنين، بكلمك على 10 سنين، ودول اللي هيشغلوا المشروعات بعد كده. 10 مدارس ثانويه عسكريه، ما كانش فيه ولا مدرسه، ما كانش فيه ولا جامعه. دلوقتي انت عندك جامعه الملك سلمان، عندك الازهر بتبتدي عايزه تعمل حاجه، عندك جامعه حكوميه في برديس، جامعه السويس فرع جنوب سيناء، دي يعني على اخر العام. فعايز اقول يعني طفره كبيره جدا، قلت لك على الصحه، بقول لك على التعليم، كل بالتزامن يا فندم، كل المشروعات، كل ده بالتزامن. يعني احنا المستشفى دي مفروض 30/6 نفتحها، لان اولادنا اللي في طب الملك سلمان، ما هو لازم كليه الطب يبقى في مستشفى عشان يتعلموا فيها اولادنا. صحيح. وهكذا. فان شاء الله جامعه الملك سلمان مستشفى الطور الجديده كما اطلق عليها هيبقى متنفس لاولادنا اللي في الجامعه، يروحوا يتدربوا فيها قبل ما يتخرجوا. فكل ده ما يعني معمول حسابه. لو هتقول طرق، محدش ولا حرك بقى، احنا معديين الالف كيلو في العشر سنين دول. طرق منهم طريق دولي عالي قوي من نفق لشرم الشيخ 334 كيلو، ومش بس النفق شرم الشيخ، ده النفق طابا، وانت ممكن تروح دلوقتي 270 كيلو، تروح على النفق وتنزل على مصر 270 كيلو. لا بصراحة طفرة طفرة طفرة، المواني فيها طفرة. طبعا التخطيط اللي كمل بيه الوزير يتكلم عليه، وقال ان احنا يبقى في رصيف عشان نعمل المحطة، نوصل يوصل طابة بالعريش. لا خطة ونتبعها تماما وجاهزين ليها تماما. تمام. وعايز اقول لك كل دوت يعني نتاج دعم وتوجيهات القائد اللي هو فوقينا كلنا، اللي هو بيوجهنا وبيتابع لحظه بلحظه. طيب حضرتك من اكثر الناس درايه بهذه المنطقه، اللي حضرتك بقالك فتره كبيره محافظ لجنوب سيناء، ففاهم كل التفاصيل اللي محتاجاها. كمان المحافظه بشكل عام محتاجه ايه خلال الفتره اللي جايه؟ الناس يعني مع كم المشروعات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي واللي تم تنفيذها بالفعل، اكيد قدمت خدمات لكتير من الناس، لكن اكيد في احتياجات اخرى. الناس محتاجه ايه الفتره اللي جايه هنا في جنوب سيناء؟ لا احنا انا على طول على فكره اول باول، انا انت عارف يعني احنا في تواصل مستمر مع طرق الابواب. انا بنزل نروح لوزير الزراعه، عايز زراعه طبعا، ولو ان التعمير بيغطي شويه. يعني في زراعه في تعمير. تمام. انا عندي جهاز التعمير عامل لي 15 تجمع زراعي، 15 تجمع زراعي، عامل لي معصر زيتون، عامل لي بحيرات. يعني في وسط التجمع الزراعي ده في حوالي 6 قطاعات سمك. يعني ميه بنحطها في احواض، بنحط زريعه بنشغلها، بتجيب 6 طن سمك كل حوض. تمام. التعمير بيعملها لي، يعني التعمير بيكمل الزراعه. عند الريف المصري اخد حوالي 24 25 الف فدان، المسافه اللي من الطور حتى ابورديس اللي هي سهل القاع في الحقيقه، وبدا وحط يفطه وحط حاجاته. احنا بس محتاجين ان هو يجي ينسق معانا، ان هو بيشتغل لوحده، ما ينفعش حد يشتغل لوحده، لازم نشتغل مع بعض. وانا بأؤكد صحيح نجاح شرم الشيخ ونجاح الاعمال اللي تمت في المحافظه كانت بجروح الفريق، تنسيق عمل وتكامل. واحد المحافظ هو قائد هذا العمل، الجميع اللي موجودين معاه بيشتغلوا بتناغم معاه، مش هو اللي عمل كل حاجه، مش هو اللي خلى شرم الشيخ تبقى مدينه عالميه، لا كل حتى المستثمرين كان لهم يد في هذا العمل. بنتمنى ان يتم التنسيق معانا، التاكيد على التنسيق مع المحافظه، لان المحافظه هتساعدك وتدي لك خرائط وتعمل لك كل حاجه. صحيح. نتمنى ان الريف المصري يعمل لقاء معانا، زي البنك الزراعي دلوقتي موجود. مين اللي موجود في بنك الزراعه؟ رئيس البنك.
رئيس البنك موجود، نزل لي امبارح 1000 كرتونه. انت عارف هو فين دلوقتي؟ في نخل، خد قافله وراح نخل يودي كراتين بنفسه. لا ده في عندنا في مصر قامات وقيادات وناس يعني احسن مني بكتير. مش عايز اقول انا احسن محافظ، لا ابدا ابدا، الكل بيشتغل فن بروح الفريق، بيشتغل مع الناس بتوعي وفي تنسيق مستمر بين كل الجهات بالزبط. وكل الاطراف. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، حضرتك شرفتنا ونورتنا سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.